احكي بقى يا امي ايه اللي حصل. بص يا بابا، كل ما اقول اشتغلي تعمل حاجه تروح تعيطني وتعيط الله مالك، تقولي جوزي ضربني اه معلش اطبطب عليه، بعد كده اقول اشتغلي تعمل حاجه ثانيه تعيط الله مالك، تقولي جوزي ضربني اطبطب عليها، هي عايزه اعيط معاها. بص هي بتعمل كل ده عشان بس هي مش عايزه تشتغل، عايزه تقعد كسلانه يا بابا كسلانه، مش عايزه تعمل حاجه، كل ما اقول لها تعملي حاجه دي نضيفه وتعيطني نضيفه وتعيطني. ومش كده بس يا بابا، المفروض هي يا بابا ما تتدخلش في حياه حد، تقولي هي مامتك فين، انا لو سمحتي خليكي في حياتك، تقولي طب مامتك فين، انا مش فاهمه مامتك مش قاعده معاكي ليه، اقول لها ايه، بقول لها خليكي في حياتك لو سمحتي مالكيش دعوه بيا، انا مش فاهمه هي مالها يا بابا تزهقني ليه، مش فاهمه انا عملت كده ايه ده، هو انت هتكدبيني ولا ايه، هتكدبيني قدام بابا، بابا انا كدابه يا بابا، فاهمه اقول لها انا يا بنتي ما تكدبش ابدا عليا، فاهمه خلاص يا انا كدابه يا بابا، انا اللي كدابه لا ثواني يا بابا، ايش كده نسيت نفسها، انت عارفه خدامه هنا، هات خدامه يا امنيه، عيب كده يا حبيبتي ما تنزيش نفسي امنيه. نعم روحي انت يا حبيبتي وانا هتكلم معاها. حاضر حاضر يا بابا. خدامه ندى اقعدي عايزك. والله ما حصلش كلام من ده يا استاذ محمد، والله اقعد عادي. اقعدي. على فكره يا ندى انا زعلت منك قوي. والله يا استاذ محمد انا ما عملتش حاجه، والله بنت حضرتك ما قال الكلام انا ما عملتهوش. انا عارف امنيه بتتدلع عليكي، بس انا زعلت منك في حاجه تانية. ايه هي يا استاذ محمد؟ انا قلت لاحمد جوزك ان انت تباتي، هو واقف انت رفضتي ليه؟ معلش يا استاذ محمد ما بحبش ابات بره بيتي. انت حلوه يا ندى خليكي حلوه للاخر. انا مش فاهمه حاجه. انت فاهمه كل حاجه. لا والله انا فعلا مش فاهمه حاجه. انا عايزك تباتي مع امنيه. معلش يا استاذ محمد انا ما بحبش ابات بره بيتي، والساعه 5 دلوقتي وانا خلصت شغلي، ينفع امشي؟ اتفضلي. شكرا يا استاذ بس محمد. فكري. ها ماشي يا استاذ محمد. ما تنسيش ها فكري انا جدع قوي. الو يا ماما. ايوه بابا جاب الشغاله الجديده. ما تخافيش يا ماما، ده انا زهقتها لك يا ماما، ده انا هزقتها يا ماما، هزقتها وبهدلتها يا ماما. اه والله ده انا خدت تعمل البيت 10 مرات دي زهقت يا ماما، مش عارفه اصلا هي كانت مستحملاني ازاي النهارده. ما تخافيش. حلوه بصراحه يعني يا ماما؟ اه هي حلوه. انت ولا هي؟ بصراحه يا ماما هي، يا ماما هي جميله قوي يا ماما. لا ما تخافيش انا مع بابا عمره ما يبص لها. لا يا ماما تخافيش، وبعدين يعني انت متجوزه. اه ماشي يا ماما حاضر. بصي يا ماما بصراحه يعني كده انا لو مكانك هاجي وخلاص يا ماما، اعملي نفسك عبيطه وتعالي وخلاص يا ماما، اقعدي قدام باب الشقه وقولي لبابا انا مش همشي من هنا. ايوه ماما اعملي كده وخلاص، ما تخافيش يا ماما مش عايزاكي تخايفي، انا برضو خايفه. الخوف ده مش هينفعك يا ماما مش هينفعك. خلاص يا ماما ماشي، وانا اوعدك لان يا ماما ماشي هيك، هي اصلا مش هتستحمل يومين كمان. انا بقولك مش هتستحمل يومين، اسمعي مني، انا بنتك، ده تعليمك يا ماما. ماشي يا ماما حاضر، يلا سلام. تنيمني. اصحى اصحى تنيمني. ايه قوم يلا السلام. امي كده يلا انت حاضر. بقولك ايه، انا مش شغاله الشغلانه دي تاني. ليه بس؟ في ايه بس؟ الراجل بيقول لي يا بنت عندهم. طب فيها ايه يعني؟ ما هو قال لي انت ليه تتباتي عندهم، فيها ايه يعني لو بنت ليله ولا ليلتين؟ بقول لك ايه، الراجل ده ولا غلبان ولا طيب، عايزنا بات عندهم وانت فاهم كويس. يا ستي لا، استاذ محمد ده غلبان وعلى نيته خالص. اه ده انت اللي غلبان وعلى نيتك خالص، انا شكلي اخدت مقلب. بقول لك ايه، في فلوس وفي عده في الشقه. ما اخدتش بالي. عيشتهم فخمة يعني. أيوة. عارف أستاذ محمد معايا بس جوه الشقة إيه؟ شفت خزنة؟ شفت دهب؟ شفت إيه بالظبط؟ شقتهم فيها كل حاجة، فخمة وكاملة من كل حاجة. بس بقول لك إيه؟ أنا مش هشتغل تاني عندهم. عندك حق، عندك حق، ما تشتغليش تاني عندهم. بس إحنا نعملوا حاجة بس. نعملوا إيه؟ لا نسرقوهم. إيه؟ أنا أسرق؟ لا أنت مش هتسرقي. انت كل اللي عليك اول ما ينزل هترن عليا تقولي لي نزل تمام، وهتفتحي لي باب الشقه، ومالكيش دعوه بالباقي ولا ليكي دعوه باي حاجه خالص. لا 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 انا استحاله اعمل كده.
يا بنت اسمعي مني، يعني عاجبك العيشه اللي احنا عايشينها ديت؟ لا بعمل كل ده على مين؟ عشان مين انا؟ بعمل كل ده عشان مين؟ عشان خاطرك انت تعيش عيشه حلوه؟ لا دوت اتنين شكلهم متجوزين بقالهم 17 16 يوم. انت بهدلتني معاك على فكره. ده شكل اتنين متجوزين جداد دول. استني كده. عشان كده اما يجي منهم جديد كده اهو يعرف يقعد في شقه كويسه. اسمعي مني بس. والله انا اخدت المعلم. طول ما انت معايا هتكسبي اقسم بالله. يا ريتني سمعت كلامك يا ماما، يا ريتني سمعت كلامك. مين؟ صباح الخير يا استاذه امنيه. لسه فاكره تيجي الشغل ولا ايه؟ انت متاخره كده ليه؟ هو انت كنت بتنامي؟ معلش يا استاذه. بتنامي وانت ماشيه؟ لا عليك يا استاذه امنيه، عامليني معامله احسن من كده. انا والله انا بنت ناس والله العظيم، وكنت في كليه. انت عارفه ان انا عندي 20 سنه؟ المشكله كلها بس ان انا اتجوزت واحد ماما ما كانتش موافقه عليه، اكيد كان عندها نظره فيها انا ما كنتش شايفاها. هو انت عايز تصاحبيني؟ انت فكري صاحبتك؟ انت فكري قدك عشان تحكي لي همك؟ عايزه اعيط معاكي بعدها ما تحكيليش حكايتك تاني. انا مش صاحبتك. ها انت جايه هنا شغل مش عشان تلعبي وتنامي وتكسلي. يلا ادخلي يلا شوفي شغلك. يلا حاضر. يلا طيب قدامي قدامي. يلا بقول لك ايه يا احمد، انا مش هقدر اعمل اللي انت قلت لي عليه ده، ماليش دعوه. انا قلت لك مش هقدر وخلاص، ما تضغطش عليا، مش هعرف اعمل كده. يلا قفل، مع السلامه. هو انت بتتكلمي في التليفون؟ تكلمي في التليفون؟ انا ما اقصدش والله يا استاذ. ارجعي هتفضلي طول اليوم تتكلمي في التليفون؟ ما تشتغلي شغل البيت مكسله طبعا، وعايزه تنامي وتتكلمي في التليفون. يلا يلا شوف شغلي. حاضر. يلا حاضر يا استاذ امنيه. ماشي ماشي. هتقولي لا يمشي افتح الباب. ماشي ماشي ماشي. تعالي تعالي. في ايه؟ تكوني بقى عليا. بقول لك ايه؟ ما قدرتش اعمل كده. انا ما قدرتش اعمل كده. ازاي يعني ما قدرتيش تعملي كده؟ ازاي فاهميني يعني؟ انا قايل لك قايل لك خبطه واحده بس وهتريحني وهنجيبه شقه. يعني عاجبك العيشه اللي احنا عايزينها ديت؟ انا ما قدرتش اعمل كده. بقى انت احمد اللي انا حبيته، بقى انت احمد اللي وقفت لماما عشانه. حرام عليك، انا ماما طول عمرها مربيانا صح، عمرها ما فكرت بس تقول لي مين دي ايدك على حاجه مش بتاعتك. بقى انت جاي اليوم اللي عايزني اسرق فيه؟ انت بتهزر ولا ايه؟ هو انا قلت لك ازاي؟ فاهميني كده؟ انا قلت لك ازاي؟ انا بقول لك افتح الباب بس ما فيش دعوه. لا مش هعرف اعمل كده. لا تفتح الباب. لا تفتح الباب. لا تفتح الباب. هتفتح الباب فاهمه ولا مش فاهمه؟ وهتسمعي كلام. بصي ايه؟ ها؟ هتسمع اسمع كلام ولا مش هتسمع كلام؟ بطل ضرب فيا. بطل ضرب فيكي؟ طب اقسم بالله ما انا هسألك. تعالى هنا. ايه؟ الباب بيخبط، مش سامعه ولا ايه؟ ايوه انا سامعه الباب. طب يلا انت مستنيه ايه؟ هتتفرجي على الباب ولا ايه؟ طب هظبط الدنيا وافتح الباب. يلا الباب بيخبط افتحي. يلا افتح الباب. هتصوريني؟ لا لا هفتحه. طب يلا. فلوس الدهب فين؟ والله ما اعرفش. انت يا ابني انت ايه؟ فلوس الدهب فين؟ امشي انت فين؟ قولي انت فلوس الدهب فين؟ امشي فين عشان ما يجيش جنبي؟ امشي خلي بالك خلي بالك. ايه؟ فلوس الدهب فين؟ انا غايبة امي. ما تطلعش الشط فيكم. بالله عليك ما تأذيهاش من دهي، ما تأذيهاش عشان خاطر ربنا. بس 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 انتي 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 انتي. هسمع صوت قدامي قدامي قدامي. خلاص خلاص خلاص. ايه 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 اسمع صوت. ماشي ماشي انا هنزل من هنا. ماشي لو حد فيكم اتكلم ماشي ولا سمحت له صوت. ايوه
ولا حد صابر. ايوه لا انت هديكوا 50 يد على الاسبوع. يا النبي ابعد عنها. النبي والنبي 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 ابعد عنها لو سمحت. نعم انت نمت. نعم صوتك ما اسمعهوش. حاضر. قال ولا لا؟ حاضر. صوتك ماله؟ ما اسمعهوش. ما تخافيش ما تخافيش انا معاكي ما تخافيش ما تخافيش. سيبيني قعد عليا وصوت كله ما اشوف غيرك صدقيني. ايوه انت حبيبتي القلب والباقي يركن على جنب. سامحيني يا اطيب قلب ودي احلى هديه عشانك ويخليكي ليا يا رب.